ازيكم وحشتونا. النهارده هرشح لكم روايه جديده، روايه بعنوان كوانداليني. كوانداليني روايه للكاتبه والروائيه ميرنا الهلباوي. ميرنا الهلباوي كاتبه ولدت في محافظه الاسكندريه وعملت بالصحافه ولها العديد والعديد من الروايات والمؤلفات، من ابرزهم روايه مر مثل القهوه، حلو مثل شوكولا، وروايتنا النهارده كوانداليني. يعني ايه كوانداليني؟ كوانداليني نوع من انواع اليوجا في الديانه الهندوسيه، منشق منها تمارين اليوجا، وهي تعني الطاقة الكامنة المقدسة أسفل العمود الفقري. بطلة الرواية هنا بتعاني من آلام شديدة جدا في العمود الفقري، راحت للكثير والكثير من الأطباء ولكنها لم تشفى بعد لغاية ما قابلت مدربة يوجا. مدربة اليوجا ساعدتها إن هي تتخلص من هذه الآلام عن طريق اليوجا. الرواية برضو بتناقش قضية مهمة جدا، وهي قضية الحب غير المشروط. احنا للاسف من صغرنا بنعاني من الموضوع ده. يعني ايه؟ يعني مثلا لو اكلت كذا انا هحبك، لما تخلص اكلك تخلص طبقك انا بحبك وهعملك اللي انت عايزه. للاسف ده حب مشروط. المفروض ان احنا نتقبل الاخر بعيوبه قبل مميزاته، وده هيساعدنا ان احنا نتقبل نفسنا ونحب نفسنا. بتمنى لكم قراءه ممتعه للروايه، واشوفكم الفيديو الجاي ومعلومه جديده.